قبل فترة صوت مجلس النواب على إدراج تخصيصات لهذا المشروع اللي هو مشروع مطار نينوى أو مطار الموصل عن طريق القرض الفرنسي. وخلال زيارتنا إلى فرنسا صار الحديث بشكل مباشر مع الشركة المنفذة ومع الجهات الممولة ومع وزارة الخارجية الفرنسية، وأيضا بالحديث مع الحكومتين، مع الحكومة العراقية في بغداد الأخ رئيس مجلس الوزراء ووزارة النقل، وأيضا الحديث مع السلطات الفرنسية والجهات الفرنسية. لم أعلن عن هذا الأمر إلا أن أصبح حقيقة وواقع بشكل فعلي، ويوم أمس أكملت وزارة التخطيط إدراج هذا المشروع على موازنة وزارة النقل للمضي بتنفيذ المشروع بشكل عملي، وقدمت الشركة المنفذة جدول تقدم العمل، وصادقت سلطة الطيران المدني على الشركة المصممة، وأيضا يمكن تم نشر بالمكتب الإعلامي نشروا الجدول الزمني لهذا المشروع. أكرر، أصبح مطار نينوى حقيقة وواقع، ومبارك لأهالي نينوى هذا الموضوع. يعني ممكن أكو تقاطع مصالح بحكم جغرافيا نينوى، أكو تقاطع مصالح قد تصب في مشاكل إقليمية ومشاكل دولية.